$1,000,000 أمريكي، والطريق له يبدأ بسوار. كل واحد فيكم راح يحصل على سوار، وقيمة كل سوار $10,000. الأساور راح تكون مرقمة من 1 إلى 100. الأسوار في يدك ترى في خطر، لأنه واحد من اثنين، أما أنك تخسر واحدة من التحديات اللي راح تعيشها الفترة الجاية، أو أنك تقرر تنسحب لسبب أنك ما قدرت تتحمل الظروف. قرار أنك تبقى أو تغادر هو بيدك، ولكن في حال أنك قررت أنك تغادر، الأسوار لازم يبقى في أرض المليون. راح يكون عليك أنك أنت تهديه لشخص أنت في رأيك أنه يستحق. لو قررت أنك أنت تبقى، معناته أنت قاعد تزيد فرصك أنك تزود عدد الأساور، بالتالي راح تقرب من المليون أكثر.